Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي اهلا بيكم مره تانيه في حلقه جديده من حلقات الجزء الثاني من كورس التاسيس واللي بنتكلم فيه عن الساوندز اند هاو تو برونونس ووردز. ازاي اقدر اخلي ابني يقرا الكلمات؟ والنهارده معدنا مع صوت جديد والصوت ده اسمه او او او. طب يا ترى الصوت ده هلاقيه فين؟ قال لي هلاقيه في نوعين اتنين من الحروف، هما الـ OU and الـ OW. تاني الـ OU and الـ OW، يبقى OU و OW. اول ما اشوف التركيبة دي من الحروف فانا هنطق الصوت بتاعهم او او. خدنا الـ OW قبل كده وصوته كان او او long او، النهاردة بناخده بصوت جديد وهو الـ او وشكله بالظبط هلاقي الـ OU. يبقى انا هبدا اعلم ابني ازاي ان الاو يو لو شفتها هنطقها او. حدها له في اول الكلام مثلا شكل كلمه اوت اوت اوت، هدي له الاو دبليو في اول الكلام او واحط ال فتبقى اول اول اول، واعرف ان اوت معناها بالخارج اما اول معناها بومه. هبدأ اديله الـ OU او الـ OW ورا حرف ساكن ونبدأ ننطق الكلمات. هديله مثلا حرف الـ H وعارف ان الـ sound of H is ها ها، وبعدين اديله وراها الـ OU فهيقول لي how how. هبدأ اديله الـ S فهيقول لي house house house، وهنا الـ E silent يعني مش بتنطق. هبدأ اديله حرف شكل حرف الـ M واقول له يلا ننطق الـ OU بعد الـ M فهيقول لي mouth ماو. هديله وراها حرف الاس فهيقول لي ماوس ماوس، واعرف ان ماوس معناها فار. هبدا اديله نفس الحرف تاني ام وراها الاو يو فهقول لي ماو. هبدا اديله التي اتش، هو عارف ان التي اتش ساوند هو ث، وهنا لازم يميز بين الس ساوند اللي هو صوت الاس والث ساوند اللي هو صوت التي مع الاتش، فهنطق الكلمه دي ماوث ماوث ماوث، وهنا لازم افرق بين ماوس اللي معناها فار وماوث اللي معناها فم. هبدا اديله حرف شكل حرف البي واقول له يلا نحط الاو يو وننطق فهيقول لي باو باو. يلا نحط الان دي فهتبقى باوند باوند باوند، واعرفوا ان باوند معناها جنيه. هبدا اديله كلمات على الاو دبليو، مثلا هديله حرف الدي واحط له وراها الاو دبليو واقول له يلا ننطق فهيقول لي داو داو. احط وراها حرف الان فهيقول لي داون داون، واعرفوا ان داون معناها اسفل. هدي له حرف التي واقول له يلا نحط وراها الاو دبليو فحولي تاو تاو. يلا نحط وراها الان فحولي تاون تاون تاون، واعرفوا ان تاون معناها مدينه صغيره. هدي له حرف الاتش، هو عارف ان الاتش ساوند ها، وادي له وراها الاو دبليو واقول له يلا ننطق فحولي هاو هاو هاو، وطبعا هاو معناها كيف. هدي له البلند ده اللي هو الاف مع ال، هو عارف ان الاف مع ال بتنطق فلا فلا فلا. هبدا اديله الـ OW فهيقول لي flow flow flow، ونحط الـ ER فتبقى flower flower flower. وبكده يبقى انا قدرت اخلي ابني ينطق الـ OW and الـ OU sound اللي صوتهم او. يبقى اذا هنا عرفنا ان الصوت ده او بلاقيه في النوعين دول من الحروف OU and OW. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Salam alaikum.